السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوان، فيديو جديد كيف ديما. غادي نحاول نتكلم لكم على المفاوضات اللي بين الراجا وبيراميد. فالاخوان، الراجا كتفاوض بيراميد على جوج لاعبين، تاخد واحد فيهم، اما المهاجم لاغاي الجنوب افريقي او محمود صابر. هذا محمود صابر الاخوان 21 سنة، متوسط ميدان هجومي، لعب المنتخب مصر الأقل من 19 سنة وأقل من 20 سنة وأقل من 23 سنة. كما قلت لكم العمر دياله 21 سنة. كونترا دياله مع بيراميدز تسالي 30 جوان 2026. في البطولة المصرية شارك في 43 ماتش، مركز 6 وحط 10 تمريرات حاسمة. على حسب المعلومات اللي عندي وبعض الاخبار اللي تتكلم على هذا اللاعب، كما كنعرفوا الاخوان، لاعب اللي جبتيه صغير السن راه مزيان لك، يعني مازال السن ديالو صغير، الاداء ديالو جيد. نتمنوا ان شاء الله المفاوضات تمشي مزيان، حيت الرجاء باغا تاخذ كما قلت لكم واحد فهاد جوج، يا محمود صابر المتوسط الميدان الهجومي او المهاجم لاغاي. اكيد اليوم راك شو الماتش كاين مشكل كبير في عده مراكز، منهم الهجوم ومنهم صناعه اللعب، اللي غادي يعطيك التمريره الحاسمه واللي غادي يحرك لك وسط الميدان. كاين مشكل الاخوان، الا جبتي مهاجم مزيان راه خاص يكون عندك واحد صانع العاب اللي غادي يقدر انه يحرك داك وسط الميدان ويحرك دوك الاجنحه باش المهاجم اللي عندك يبان مزيان. فدرت هذا الفيديو الاخوان فقط على اللاعبين اللي باغا الرجاء من بيراميد، حيت كاين جدل كبير وبزاف الاسئله، الرجاء شكون اللي باغا في بيراميد، خرجوا بزاف التسميات. فحاولت نتاكد لكم، واكيد تلاحظوا في الفيديو ما هدرتش على بيراميدز شكون اللي باغا من الرجاء، باش كما عودتكم ديما يكون الخبر صحيح عاد نحط عليه الفيديو، حيت وصلتني معلومه انه الرجاء ما ناويه تتخلى على بوزوق. فما يمكنش غادي نجيو ندير واحد الفيديو نبقى نهضر عليكم وفي الاخر مثلا يمشي ولا يبقى ويتسمى الفيديو غلط. فكنحاول نتاكد بالضبط المفاوضات ديال بيراميدز شكون اللي باغا تاخذ من الرجاء. هادشي اللي كاين حاليا الاخوان، كما تنطلب منكم ديما في اخر فيديو، الناس اللي ما دايرهاش الاشتراك في القناه تشترك وتفعل الجرس باش ديما ان شاء الله يبقى يوصلكم الجديد. راه مازال غادي نديرو فيديو ان شاء الله ندويو على المقابله، وان شاء الله في الليل الناس اللي تيحضروا معنا اللايف غادي نديروا اللايف ونتكلموا فيه على الجديد ونتكلموا فيه على المقابله ان شاء الله. اخوان الله يعاونكم، حتى الفيديو الجديد ان شاء الله. الله يعاون.